يتجدد لقاؤنا وإياكم السادة المشاهدين الكرام، وهذا العدد من تواصل دوت كوم إلى عناوين ملفات هذا العدد، وهي متنوعة ومن مختلف أنحاء العراق كما جرت العادة. في العنوان الأول سنقف عند تظاهرات في محافظات ومناطق متعددة رفضا لسوء الخدمات، والمتظاهرون يدعون إلى محاسبة الفاسدين. في الملف الثاني سنتوقف عند مسؤولين في العراق، وهؤلاء المسؤولون يتحدثون عن فساد في البنك المركزي والدستور، إلى جانب تواصل التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي. بعدها سنتجه إلى منطقة الحسينية في شمال بغداد، وهناك مواطن يتبرع بأرض للتربية من أجل إقامة مدرسة، والتربية ترفض أن تتعاون معه لإتمام بناء المدرسة. البداية مع ملف المظاهرات المتواصلة في محافظات متعددة، ونبدأ مع منطقة المعامل شرق بغداد. المواطنون هناك يقطعون الطريق بين بغداد وديالة، لماذا؟ لأنهم يرفضون سوء الخدمات وانعدامها في منطقتهم. دعونا نتابع معا. وفي سبع البور التظاهرات مستمرة، والمواطنون يقطعون هناك عددا من الشوارع الرئيسة والكبرى. حياكم الله. طبعا ان شاء الله تلبيه مستمرة، تلاحظون الازدحام اللي وين وصل، حاول انه قربه هيك. تشوفون وين وصل الازدحام؟ خلال أقل من ربع ساعة أو ربع ساعة. أتمنى أن الجهات المعنية والمسؤولة تتخذ الإجراء وتتفاوض مع المتظاهرين، حتى تسهل الأمور مع الجمهور يحتاجون الخدمات. أتمنى التغطية مستمرة لكم، تحياتي لكم. متواصلون معكم مشاهدينا الأعزاء وملف المظاهرات. الآن نذهب وإياكم إلى محافظة النجف، وهناك مواطن يتحدث إلى جمع من الأهالي ويدعوهم إلى الثورة. إلى الثورة على من؟ على الفساد والفاسدين في عموم العراق. شعب شمالي، تريد اللي يجي يقومك؟ قوم انت بغيرتك ووطنيتك، مو أحسن من عندك الموجود اليوم، ولا أفضل منك القاعد يعلم صوتك. يا جماعة الفيسبوكية، كافي فيس، كافي، خلنا انتفض. شعب ميت جوعان، شباب جواعان. اسمح هاي يا مواطن، مجلس النواب هذا الاسبوع الصوت، اسمع، مجلس النواب اقر امتيازات اعضاء مجلس النواب، امتيازات اعضاء مجلس النواب، كل نائب له راتب تقاعدي بقدر الراتب اللي يستلمه. يعني اذا اليوم راتبه 12 مليون راح يخلص هاي السنه ويطلع تقاعد يستلم 12 مليون، واذا راتبه 30 مليون يستلم 30 مليون. أخيرا في ملف التظاهرات والاعتصامات، نذهب وإياكم إلى منطقة القبلة في البصرة، واستياء جماهيري هناك بسبب تكدس القمامة في شوارع المحافظة وانعدام الخدمات البيئية. دعونا نشاهد معا جزءا من هذه الاعتصامات التي ترفض تواصل سوء الخدمات. Thank you.
مسؤولون في العراق يتحدثون عن فساد البنك المركزي وكيف تهاون في محاسبة المتورطين بنهب المال العام. نتابع. موضوع البنك المركزي اللي تفضل به استاذ مسعود مخيف جدا. أكبر نافذة فساد هي نافذة البنك المركزي وتحديدا مزاد العملة، وأصبح البنك المركزي شركة مساهمة لشخصيات وسياسيين متنفذين يتعاملون مع مصارف أهلية، وهذا الأمر سكتت عنه الحكومة وسكت عنه مجلس النواب واللجان المتخصصة سكتت عنه في البرلمان، النزاهة المالية الاقتصاد، ويعني مو كل ما يجري يقال استاذ ريناس، لذلك هناك فشل. ليش هذا المبدا ماشي مو كل ما يجري يقال لا يقال لا لا اسمح لي اسمح لي مو احنا خلينا نتكلم بواقعيه. انا لما اتكلم انا يعني ارسم خطوط عريضه للفشل الموجود في الدوله دون استهداف. لذلك اليوم لما احنا لحد الان مجلس النواب ما قدر يدز على البنك المركزي وقال له تعال انت شقد بعت في مزاد العمله لسنة 2017 ومن هي المصارف؟ مو سوى له استجواب؟ ما سوى له استضافة، سوى له استضافة وكم سؤال وانتهى الموضوع. إلى ملف فساد آخر، وفيه يتحدث النائب منصور البعيجي الآن ويتهم الأحزاب المتنفذة في الحكومة الحالية والحكومات السابقة التي تبعت الاحتلال الأمريكي في العراق. النائب البعيجي اتهم هذه الأحزاب بسرقة أموال الشعب العراقي. أموال الشعب العراقي ذهبت في جيوب الأحزاب، الأحزاب الحاكمة كلها ما استثنى أي حزب أنا. حتى الدعوة موجودة محاصصة، ما كل الأحزاب أنا ما استثنى أي حزب، ما أسمي أسماء. كل الأحزاب المشتركة الآن بالحكومات هي أموال الشعب راحت بجيوبها. وين راحت أموال الشعب؟ تريليونات مليارات الدنانير وين راحت؟ كلها راحت بجيوب الأحزاب. وما طول موجود المحاصصة، ما يتحاسب أي سياسي، ما يتحاسب أي حزب. لأن المحاصصة هي الحكومات اللي شكلت الآن. سيد منصور، المحاصصة أخذت فلوس العالم، المحاصصة اللي تسوي تفجيرات. لا 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 لا، المحاصصة هي اللي خلفت الفساد. لا، هي اللي خلفت الفساد. هي اللي خلفت الفساد اللي الآن أموال الشعب العراقي راحت. لأن الآن أنا هسه صار كملت 4 سنوات قلنا 2 وزراء بهاي الدورة ما تحاسبوا إطلاقا ولا راحوا للقضاء. الآن نستمع وإياكم إلى حديث إياد علاوي. إياد علاوي يتحدث عن الدستور العراقي. ترى ما هو موقف علاوي من الدستور؟ نتابع معا ومن ثم نعود. الدستور به نقصان كبير ونواقص كثيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة أساسا، ولدت عرجة بظل نظام احتلال. الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية. أما ختام ملف الفساد الحكومي ففيه يتحدث وائل عبد اللطيف عن دور إيران في المنطقة وكيف تحدث إليها بشأن الكثير من التدخلات التي تؤثر على الأرض والإنسان في العراق. تعالوا نتابع شيئا من التفاصيل. تكلمت هذا الكلام مع الوفد الإيراني وأنا ماني تاجر والموضوع تجاري، قلت لهم إخوان عندنا إشكال وياكم كبير يا أخواننا الإيرانيين. شط العرب يبكي من 1980 لليوم، إخوان المخدرات غزتنا أفسدت شبابنا، بالله عليكم عاونونا بهذا الموضوع يا معودين حقولنا المشتركة النفطية وياكم لليوم ما تخلون أحد يسويها، وزحفتوا علينا 5 كيلومتر يا عم تردون نشتغل وياكم صحيح، اشتغلوا هم ويانا صحيح. ختام ملفات الأخبار التي تناولها مرتدو تواصل الاجتماعي اخترنا لكم منها قصة رجل من قرية الإبراهيمية في منطقة الحسينية شمال بغداد. الرجل تبرع لوزارة التربية بقطعة أرض من أجل بناء مدرسة فيها لأبناء قريته. شاهدوا رد التربية وتفاصيل ما حدث. اليوم أنا في منطقة الإبراهيمية، منطقة العناس بين أهلي وعمامي، قدموا طلب لإنشاء مدرسة في منطقة الإبراهيمية، مدرسة تبعد عنهم
وحدة على الحسينية ما يقارب الكيلوين والثانية ما يقاربهم الثلاث كيلوات، فقالوا نريد مدرسة. التربية قالت ما عندنا قاع منطقة الإبراهيمية، فراح ابن عمنا اللي هو أحمد نعمة اتبرع بالأرض بالقاع، فقالوا له ياب احنا ما نقدر نشتغل بهاي المدرسة إلا أن تكون باسمنا. قال لهم ماشي، مشى بالمعاملة وحول 1500 متر من قاعة، 1500 متر مربع من قاعة للتربية. قال لهم هذا السند وهاي الأرض. فردوا عليه هذا بنخال، شلون احنا ما نقدر نشتغل بها، لازم أمر تجريف. ورجع مرة ثانية وهو مشى بالمعاملة وجاب الأمر التجريف وإجاهم وقال لهم هذا التجريف يلا اشتغلوا. فردوا عليه قالوا لا ما نقدر احنا، انت نظف القاع ونشتغل. ونظف القاع وهاي هسه اللي يشوفونها قدامكم هي هاي المساحة، نظفها 1500 متر على شارع، طبعا على شارع الإبراهيمية. هذا شارع الإبراهيمية، الأرض تقع مجاور جامع عبد الله الرضيع. ردت علي التربية يقولوا له احنا والله هسه حاليا ما عندنا فلوس ان ننشئ مدرسة، اذا تريد انت ادفن الارض واحدلها واحنا نجيب لك الكرفانات. طيب ليش ما حكيتوا من اول مرة؟ ليش ما حكيتوا؟ الى فقرة آراءكم. في آراءكم نور المالكي يدعو المواطنين الى المشاركة بالانتخابات القادمة ويصفها بالواجب المقدس ويطالب بتجنب ما سماها دعوات عدم المشاركة. دعونا الآن عموما نتابع جزءا من كلمة المالكي ومن ثم نذهب وإياكم إلى التعليقات. ثم بدأت الموجة الثانية من الفتنة وهي دعوة الناس لعدم المشاركة بالانتخابات. ولماذا عدم المشاركة؟ أنا بهذه المشاركة أصنع أو أكون شريكا في صناعة مستقبلي ومستقبل بلدي ومستقبل أطفالي، كيف أترك هذه المهمة المقدسة للآخرين يرسمونها؟ أنا أرسمها بالمشاركة، وإن شاء الله أيضاً ستفشلون هذه الدعوات التي تدعو لعدم المشاركة. ونريد بإذن الله من شعبنا الواعي أن يحسن الاحتيار بمشاركة كثيفة واختيار سليم للكفوء والمخلص. أصبحت لدينا تجربة، والمرشح الذي لا نعرف عنه شيئاً أمامنا فرصة شهرين إلا قليل يجب أن نسأل عنه. نريد المخلص، نريد المخلص الصادق، نريد من لا يبحث عن منافع في الترشيح والفوز، نريد من يريد أن يكون جزءا من عملية سياسية لكي يبني. انتهت كل التلكؤات وانتهت كل الأمور التي كانت تعوق العملية السياسية. في هذه المرحلة نريد أن ننطلق نحو عملية سياسية. انتهت فتنة منع الناس من المشاركة بالانتخابات، وربما سيحاولون، ولكن كما كنا لهم بالمرصاد سنكون لهم بالمرصاد مرة أخرى. سيحاولون التلاعب، سيحاولون التزوير من أجل تحريف الانتخابات ومن أجل تحريف العملية السياسية، ولكن سنكون لهم بالمرصاد ولن نسمح لأي محاولة تزوير يمكن أن تمارس من قبل هذا أو ذاك من عناصر داخلية أو من قوى سياسية خارجية. فيما يتعلق بمن وصفه المالكي المخلص، تعالوا نرى عموم الشباب العراقي الذي ارتاد موقع فيسبوك وكيف تعاطى مع هذه القضية وكيف علق عليها. نذهب الآن وإياكم إلى التعليق الأول ردا على تصريحات نوري المالكي. إسلام يكتب: والله اللي ينتخبكم خاين، بعد كافي يا شعب، انطيتوهم فرصة سنين وما قدموا شيء، وكل مرة تيجي الانتخابات ويبلشون يطلعون أحلى ما عندهم من كلام في سبيل جذب الناس حتى ينتخبوهم. إسلام هنا يتحدث باختصار أن الدعوات الانتخابية والبرامج الانتخابية ما هي إلا دعايات فارغة من مضمونها، لا علاقة لها بالشارع ولا مكان لها على أرض الواقع فيما يتعلق بميدان التطبيق. إلى تعليق جديد في هذه القضية
وكيف رد الشباب العراقي على تصريحات المالك الأخيرة؟ أمل تكتب، شنو شفنا منك ومن حكمك 8 سنوات؟ من حكمك شفنا الويل والقتل والحرمان والجوع وتدمير المحافظات السنية. أمل هنا تريد أن تشير إلى جمهور العراقيين الذين تابعوا خطاب المالكي ويتابعون كتابتها مثلا على فيسبوك، تريد أن تقول إنه خلال 8 سنوات من تجربته في الحكم ما كان إلا كمن يذكي النعرات الطائفية ويعمل ضد المكون السني في العراق، هكذا قالت أمل. إلى تعليق جديد. في التعليق الجديد نسمة بحر تكتب، إذا أكو فتنة بالعراق فهي من وراك يا طائفي، الشعب يروح ينتخب ما ينتخب، أنتم خلين واحد منكم وبيكم، فعليش نروح ونتعب نفسنا؟ نسمة هنا أيضا يعني تتهم المالكي بأنه طائفي وتعرج على قضية أخرى وهي أن الانتخابات محسومة ضمنيا وبشكل مسبق وأن الذي سيفوز فيها معروف من الآن كما تقول نسمة. إلى تعليق جديد الآن. بعد نسمة علي طالب يكتب، إحنا نعرفك 8 سنوات عبارة عن فشل وعبارات طائفية. علي طالب أيضا يركز ويؤيد ويعضد القول الذي قالته نسمة في تعليق سابق. إلى التعليق الأخير الآن ردا على حديث المالكي، ياسمين علي تكتب، شهرين حتى نعرفهم 14 سنة واللي هسه ما افتهمنا فيلمكم حرامية وما تشبعوا. المعلومات التي أرادت أن توصلها لكم هذه الفتاة على ما يبدو أنها كانت واضحة. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. على تويتر هاشتاغ رفع الحظر عن العراق. طبعا الفيفا مؤخرا أعلنت رفع الحظر عن العراق وإيران من ضمن الدول المعترضة على رفع الحظر. تعالوا نقرأ في أبرز التغريدات لمواطنين عراقيين عبروا عن استيائهم من موقف إيران. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتب مشهور، لماذا صوتت إيران ضد رفع الحظر عن الرياضة العراقية مع أنها مسيطرة على العراق وعلاقاتها مع الأحزاب الحاكمة فيه فوق الممتازة ولها ميليشيات عاملة على أرضه؟ أم هكذا تعمل دول الاحتلال رفع الحظر عن العراق؟ هذا الشاب أراد أن يقول إن إيران غير معنية بصالح العراق حتى أنها تتدخل في الملف الرياضي، لماذا ترفض رفع الحظر وهي التي لها أذرع وميليشيات تعمل في العراق؟ هكذا أراد أن يقول هذا المغرد. إلى التغريدة الثانية الآن، وكتبها منصور. منصور يقول، ستبقى عروبتنا شامخة يا عراق الحضارة، ماذا قدمت إيران لإخواننا العراقيين سوى التدمير والقتل والنزاع الطائفي؟ منصور على ما يبدو أنه أراد أن يواسي الجمهور العراقي ويقول إنكم أهل الحضارة ولن تهزم حضارتكم يوما حتى وإن تطفلت إيران وتدخلت وزرعت بينكم أذرعا تخدمها لا تخدمكم. للتغريدة الثالثة الآن نقرأ عليكم ما كتب عادل. عادل يقول، إيران محترقة قهر على رفع الحظر لأنها لا تفرح إلا بدمار العراق وتقسيمه ولن تساهم بإعادة مجده وحضارته. على ما يبدو أن هناك رؤية شبه متوافقة ما بين المغردين عبر هذا الهاشتاغ رفع الحظر عن الرياضة العراقية أو رفع الحظر عن العراق. هذا الهاشتاغ على ما يبدو أن الكثيرين متفقون على أن إيران لا تريد الخير للعراق ولا لجمهور الرياضة هناك. إلى التغريدة الأخيرة الآن، مهند يكتب، نفسي أعرف ردة فعل الأحمق اللي حاط أمل في إيران، إيش ردك بعد تصويت إيران بعدم رفع الحظر عن الملاعب العراقية؟ مهند هنا يريد أن يقول بالفم الملآن إن إيران تبادركم العداء وتناصبكم رفض فكرة أي صورة من صور الاستقرار في العراق، انتبهوا لهذا الدور جيدا واعلموا أن إيران بنظامها الحالي وبأجندتها في العراق وللأسف أذرعها العاملة فيه لا تريد خيرا لا للعراق في الحاضر ولا في المستقبل للأسف. الآن وإياكم نتجه إلى فقرة المقاطع المصورة.
في باحات الأقصى ماذا يحدث هناك؟ وبصورة مختلفة عما جرت عليه العادة من نشر أخبار سياسية والظروف الميدانية التي تقع هناك في القدس المحتلة، نذهب إياكم الآن إلى باحات الأقصى ولكن بشكل مختلف. مقدسي تألفه القطط، تتبعه إذا وصل باحات المسجد، تقترب منه حتى يطعمها بيديه. شاهدوا هذا المقطع الجميل. حينما أدخل من باب حطة أو أي باب فهم يعرفونني، القطط والعصافير البلدية والحمام. أنا أعرف أن جربوا يعني إخوان آخرون أن ينادوهم ولم يردوا عليهم أبدا، ولكن حينما أدخل يعرفونني جميعا فيأتون ورائي. يقول صلى الله عليه وسلم عن الهرر: أكرموهن فإنهن الطوافون والطوافات. فإذا الرسول أمرنا أن نطعمه ونكرمه فكيف لا أفعل ذلك؟ ولا أستغرب ذلك أن أتي يوم وقد أبلغت أن القطط قد أبعدت من المسجد الأقصى المبارك، هذا ليس يعني عجيب. كان في السابق لي سيارة وكنت أتي كل يوم من مسافة ساعة ونصف تقريبا، فجرى لي حادث فتعطلت السيارة والآن أتي في الحافلات يعني. كل من يدخل المسجد الأقصى المبارك له معي معاملة خاصة، إن كان في السكاكر أو في الحلوى، وللأولاد في شنطتي يوجد ألعاب وأساور لكل الأجيال من ابن السنة حتى 70 و80 سنة، كلهم لهم هدايا خاصة يومية. ظل أن ننبه أنه في المقطع الذي رأيتم الرجل تحدث عن قريته واسمها قرية عارة. قرية عارة طبعا هي إحدى قرى مدينة جنين المحتلة الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أن الرجل حتى يصل إلى المسجد الأقصى يقطع مسافة يعني تزيد عن 15 كيلومترا أو لربما أكثر من ذلك، ما يعني حب هذا الرجل للمسجد الأقصى ومن يذهبون إلى المسجد الأقصى ويرتدونه سواء كانوا من الرجال أو الأطفال أو النساء حتى غيرهم من الكائنات الأخرى سواء كانت الحيوانات أو الطيور. هكذا رحمة تثبت أن الفلسطيني هو الأحق بأرضه وهو صاحب الحق، لا الاحتلال الصهيوني الزائل حتما. مشاهدين بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام ما لدينا في عدد اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم وعدد جديد. السلام عليكم.